السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أمثلة الذكاء الصناعي اللي شغال في مجال الإنشاء شركة اسمها ريكونستراكت، وهي شركة في مراقبة الجودة عن بعد ومراقبة التقدم في الشغل، بحيث وأنت قاعد في المكتب تبقى عارف التقدم اللي بيحصل في الموقع، وفي عامل خريطة للواقع المتطور بحيث إن أنت تقدر إدارة المشروع تقدر تتابع المشروع من بعد وتقلل المخاطر وتوفر الوقت والمال وتقدر تاخد قرارات أفضل. ده كده فيديو سريع نشوفه مع بعض. Reconstruct